أهلا بكم في موجز الأخبار من قناة حلب اليوم. قوات النظام تشن حملة اعتقالات جديدة في الغوطة الشرقية، اقتادت خلالها أكثر من 17 شابا إلى مركزي النبك والدريج لفرزهم إلى الفرق والوحدات العسكرية. وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يقول إن هدف الوجود العسكري الأمريكي في سوريا هو السيطرة على الحقول النفطية والأراضي الزراعية شرق الفرات وتشجيع الانفصالية بكافة الوسائل وفق قوله. مقتل رئيس بلدية نعيمة بريف درعا وإصابة عدة أشخاص كانوا برفقته جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارته في مدينة درعا وفق ما أعلنت وكالة أنباء نظام سانا. قوات سوريا الديمقراطية تشن حملة مداهمات في بلدة تشيشة بعد ضبطها سيارة مفخخة في مدخل البلدة بريف الحسك الجنوبي وفق شبكة الخابور. منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة تؤكد أن سوريا شهدت في عام 2021 أخفض نسبة لإنتاج القمح منذ 50 سنة بسبب القحط وارتفاع أسعار المواد والظروف الاقتصادية السيئة. منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة تجدد اعتماد الأمانة السورية للتنمية التي تقودها أسماء الأسد كمنظمة غير حكومية لأربع سنوات قادمة.